رفعت الاقلامي. شكرا شجاع. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم اجمل واطيب ترحيب في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات سن الحيلي والزمول ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. تنطلق شعارات ابناء القبائل الحاضرين هنا على ارضية ميدان الشحانية، ابناء الخليج المتواجدين هنا في هذا الختامي الكبير. رابع اشواطنا ينطلق قبل لحظات ضمن اشواط الانتاج، شوط خاص بالانتاج، شوط خاص ايضا بالزمول. نتابع هذه الانطلاقة وجائزة سيارة جي ام سي سيرا بيك اب في الانتظار للفائز بالمركز الاول. نسير مباشرة مع التحديات والصدارة هناك، وأول المراكز مداهم وشعار بن صفوة من يتقدم مع مداهم حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري، بينما التغيير هناك من الجانب الآخر داهل سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح المغير للمركز الأول هناك من الجانب الآخر، بينما أتابع هنا شعار بن صفوة مع ثاني المراكز ثالث الأسماء. أتابع التقدم في هذه اللحظات، وصول من مناسب خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري القادم مع ثالث المراكز، بينما أتابع سراب يتقدم في هذه اللحظات. شعار الخليفة الحاضر مع تواجد سراب مبارك بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة يتقدم مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء هناك تواجد من غازي سهيل بن محمد بن سالم العامري. هذه الأسماء الخمس الأولى مشاهدين الكرام المتقدمة في شوط الانتاج، شوط خاص بالزمول، أشواط الانتاج والمنتجين. نتابع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في منافسات الكبار في تحديات هذا الختامي. أعود من حيث بدأنا هناك مع البداية والصدارة، أتابع داهل على الصدارة، شعار بن مقارح يتقدم مع داهل سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح من يتقدم على اول المراكز، من يبدأ هنا مع هذا الانطلاق الممتاز، بينما اتابع ثاني المراكز ثاني الاسماء. شعار بن صفوة مع مداهم حمد بن راشد بن محمد بن صفوة المري، ولكن من العمق هناك الاسم القادم هو شعار الخليفة الحاضر دائما في منافسات رياضتنا العربية الاصيلة، يقدم لنا سراب مبارك بن محمد بن ناصر بن محمد الخليفة بشعاره المميز، يحمل لنا ايضا هذه النجمة العنابية. يتقدم ايضا مع انطلاقة سراب مع ثاني المراكز، بينما من الجانب الاخر اتابع التقدم في هذه اللحظات والاسماء القادمة مشاهدينا الكرام. هناك اتابع المنافسات، مناسب يصل خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتقدم من الجانب الاخر، والاسم القادم متابع اتابع التقدم هناك من غازي وصل غازي سهيل بن محمد بن سالم بن وثم العامري يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق ويتواجد مع تواجد ايضا غازي، بينما اتابع وصول المستشار سيب سليب بالدودة العامري يتقدم هنا، ينضم الى دائرة النداء من خلال تواجد هنا مع المستشار مع رابع المراكز. خامس الاسماء شاهين راشد بن سويدان بن مصبح المتفيق الكتبي هنا يتقدم مع خامس المراكز. الله يا الاسماء، الله يا التحديات القادمة. هنا اتابع موادع
حمد بن حميد بن غاسي بن سعيد العمري يتقدم مع خامس المراكز يغير بدوره في هذه اللحظات، هذه الأسماء، هذه الشعارات المتواجدة، ولكن أتابع الوصول، أتابع الأسماء القادمة. هناك من خلال هذه اللحظات وصل جلاد محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، ينضم في هذه اللحظات إلى دائرة النداء مع خامس المراكز. جلاد اسم خطير، اسم قادم، الله يا النعيمي الحاضر هنا المغير بدوره من مركز إلى مركز إلى رابع المراكز، عينه على الصدارة، عينه على مقدمة الشوط. جلاد، جلاد هنا بشعار محمد بن شبيب بين محمد الرمزاني النعيمي إلى ثاني المراكز، ولكن هناك المستشار، المستشار على الصدارة، المستشار سيب بسريم بالدودة بسريم العامري، من يتقدم مع المستشار على البداية والصدارة، ولكن النعيمي، النعيمي قادم مع جلاد محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي حاضرا في هذه اللحظات منطلقا مع ثاني المراكز بمقارح من هناك من الجانب الآخر يقدم داهل سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح القادم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء غازي، غازي السهير بن محمد بن سالم العامري يصل مع رابع المراكز، والاسم القادم هناك وتابع الأسد فهد بن حسين بن محمد الجرحب يصل، يصل في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا التحديات القادمة من خلال هذه اللحظات. وصلت، وصلت الزمول، وصلت أيضا الزمول الانتاج، الله يا القادم هنا، وتابع اسماء، وتابع حضور ممتاز، ولكن اعود مع البداية، اعود مع مقدمة الشوط هناك والانطلاق الثنائية، المستشار، المستشار والجلاد هناك، جلاد يغير، يغير في هذه اللحظات، محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي يغير مع الصدارة، انطلق جلاد، ولكن، ولكن الله، الله يا القادم المستشار مع ثاني المراكز سيب بسريم بالدود العامري هنا متواجد مع ثاني المراكز، غازي، غازي هنا ثالثا سيل بن محمد بن سالم العامري، بينما رابع الأسماء الأسد فهد بن حسين بن محمد الجرحب، خامس الأسماء هنا الاسم القادم زاهي محمد بن سالم بن سلم بن حمرور العامري يتقدم في هذه اللحظات، وهناك شعار بن مقارح ايضا حاضر ومتواجد مع داهل، الله يا الاسماء، ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى البداية، الله جلاد دير بالك النعيمي وركز مع هذه الانطلاقة، وانطلاقة جلاد على الصدارة، محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي هنا على البداية على الصدارة، الله الثنائية، ثنائية البداية، جلاد والمستشار، المستشار وجلاد، ولكن المستشار هنا ثانيا في هذه اللحظات، سيب بسليم بالدودة بسليم العامري متواجد مع ثاني المراكز، ثالث الأسماء هنا القادم غازي سهيل بن محمد بن سالم العامري بن مقارح يقدم لنا داهل سالم بن صالح بن حمد بن علي بن مقارح، وخامسا تواجد من زاهي محمد بن سالم بن مسلم بن حمرور العامري خامسا في هذه اللحظات، الله يا التحديات، الله الله الله، الله يا البداية، الله يا النعيمي، ركز هناك مع انطلاقة جلاد، جلاد على الصدارة، بدأنا بالاقتراب 2 كيلومتر، ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن خط في سيارة هذا الشوط، شوط الانتاج، جلاد النعيمي هناك على البداية والصدارة، ينطلق مشاهدين الكرام، يتواجد هذا الاسم، يندفع بالبداية محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي، ولكن المستشار سيب بن سليم بالدودة العامري المتواجد مع ثاني المراكز، ثنائية البداية، ثنائية الانطلاق، الله يتحدث
التحدي. الله يا الاندفاع، بدأنا بالاقتراب والكل قادم في هذه اللحظات. وتابع غازي السهيل بن محمد بن سالم بن وثم العامري يتقدم مع ثالث المراكز الاسم القادم مثير مسعود بن سعيد بن ناصر الزرعي. يصل الزرعي بن مقارح، هناك خامس مع داهل سالم بن صالح بن مقارح، ولكن اسماء قادمة. وتابع الى اسماء القادمة، ولكن اعود الى البداية. الله جلاد على الصدارة، انطلق بناموس هذا الشوط جلاد محمد بن شبيب بن محمد الرمزان النعيمي هنا مع البداية وانطلاقة الصدارة. الله صيحات الجماهير ترافقك يا جلاد مع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي، مع شوط الانتاج. جلاد النعيمي هنا مع الكيلومتر الاخير، افتتحنا ابواب الكيلومتر الاخير، المنصة بانت الحزام الاخضر. الله غادر جلاد مشاهدين الكرام بناموس هذا الشوط، ولكن المستشار القادم مع ثاني المراكز سيب سريم بالدود العامري، والقادم موادع حمد بن حميد بن سعيد العمري يصل مع ثالث المراكز، رابع الى اسماء. وتابع هناك الى اسماء قادمة، ولكن جلاد النعيمي يغادر بناموس هذا الشوط. الله على هذا الاداء وانطلاقة جلاد محمد بن شبيب بن محمد الرمزان النعيمي هنا مع الاندفاع، مع الانطلاق الاول، مع ناموس هذا الشوط. جلاد ولكن الخطورة موادع حمد بن حميد بن سعيد العمري اهالي السلطنة. الله يا القادم في هذه اللحظات موادع ولكن جلاد مع اللحظات الاخيرة، لحظات النهاية هنا مع اللحظات الاخيرة. جلاد موادع جلاد خط النهاية جلاد النعيمي ولكن موادع مع اللحظات الأخيرة. حمد بن حميد بن سعيد العمري، أو ننتظر أيضا الفوت فينش هنا مع لحظات الوصول. موادع هنا مخرجنا يقول موادع، من استطاع ان ينتزع اول الاشواط مع هذا الشوط الرابع شوط الانتاج حمد بن حميد بن سعيد العمري، من استطاع ان ينتزع هذا الشوط ثاني المراكز. وصل جلاد محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي ثالث المراكز. وصل مشاهدينا الكرام المستشار سيب بن سليم بالدودة العامري رابع المراكز. كان الوصول من مناسب خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وخامس المراكز. وصل مشاهدينا الكرام ذخر لعوض بصغير بن محمد الكتبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نتابع عن لحظات الوصول. بالفعل هنا نتابع خط النهاية ولحظات الوصول موادع. وصل بالمركز الأول ب 13 دقيقة 12 ثانية 12 جزء من الثانية الثانية لحمد بن حميد بن سعيد العمري. نهني على هذا الفوز والانتصار ثاني المراكز جلاد 13 دقيقة 12 ثانية 16 جزء من الثانية الثانية، والناموس محمد بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي بينما وصل في ثالث المراكز. كان الوصول من المستشار 13 دقيقة 16 ثانية 56 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لسيف بسريم بالدودة بسريم.